الآن مشاهدينا نتوقف عند أبرز المحطات والملفات التي تم تداولها في البيت الأبيض مع مراسلنا في واشنطن رافد جبوري. رافد، مرحبا. ما أهم ما شغل ترامب هذا الأسبوع؟ مشاغل كثيرة، أو على الأقل يعني نقاط حديث كثيرة. نادين، ربما تكون المشكلة الأكبر المستمرة هي تداعيات الجدل وتبادل التصريحات بينه وبين قادة مجتمع الأمريكيين من أصول أفريقية بعد التصريحات والتغريدات العنصرية لترامب ضد أحد أهم قادة الكونغرس في الحزب الديمقراطي، وهو أمريكي من أصول أفريقية، إيلايجا كامينغز، وهو ممثل مدينة بالتيمور في الكونغرس. ترامب يعني وصف إيلايجا كامينغز بأوصاف قاسية، ووصف مدينة بالتيمور أيضا بأوصاف قاسية، اعتبرها الأمريكيون السود عنصرية، وطبعا اعتبرها آخرون أيضا تصريحات ذات طابع عنصري. لذلك مستمر هذا الـ يعني الاتهامات والنقد الشديد الموجه لترامب. في الملفات الخارجية طبعا نادين، الملف الإيراني مهيمن، يعني لم نتناوله مفصلا في التقرير الذي سيعرض بعد قليل، لكن دعيني أقول آخر، لأنه يتغير بسرعة، يتغير يوما بيوم. فآخر التطورات مثلا كما لاحظنا يعني فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، عقوبات أمريكية من وزارة الخزانة على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في الوقت الذي كنا ننتظر يعني نوعا من التهدئة النسبية مع تمديد الولايات المتحدة لاستثناء دول معينة من العقوبات التي تخص إيران في مجال تطوير التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية. فعل ذلك إدارة ترامب، لكن في المقابل صعدت في فرض العقوبات على جواد ظريف فيما يديم هذه الأزمة كل يوم، ويعني يجعل من يعني احتمالات التصعيد مستمرة. نذكر بأن لا ترامب ولا الحكومة الإيرانية، القيادة الإيرانية، تريد الحرب وتتحدث عن الرغبة في عدم خوض الحرب، لكن عندما يستمر التوتر يتصاعد التوتر فكل الأمور واردة. هناك طبعا أيضا إذا كنا نتحدث عن ترامب فلابد نادينا أن نتحدث عن الجانب الآخر. في الليلتين الماضيتين كانت هناك جولة من المناظرات الرئاسية للمرشحين المتنافسين على الرئاسة في الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة التي ستجري العام القادم. طبعا يتنافس الآن أكثر من 20 مرشح ديمقراطي من أجل يعني أن يبرز أحدهم لينافس ترامب في الانتخابات العام القادم. جو بايدن المرشح الأهم والمتقدم في استطلاعات الرأي، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، تعرض للانتقاد كثيرا من كل صوب في هذه المناظرة الرئاسية، يعني حاول الصمود وحاول أن يركز يعني على أنه هو المرشح الأفضل ل هزيمة دونالد ترامب. أيضا كانت هناك يعني وجوه بارزة خصوصا على الجناح التقدمي من الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، عضوان في مجلس الشيوخ، يقدمان سياسات مختلفة، سياسات ذات طابع تقدمي بل وحتى اشتراكي في حالة بيرني ساندرز، ويأملان بأن يهزما بايدن أولا ثم يترشح أحدهما لينافس دونالد ترامب. أيضا في ملف الهجرة، الملف المهم لدى ترامب ولدنا بي، هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وغواتيمالا، ينص هذا الاتفاق أو يطمح هذا الاتفاق، يريد هذا الاتفاق على أن يقيد تدفق المهاجرين واللاجئين على الحدود الأمريكية مع المكسيك. نادين، في هذا الاتفاق غواتيمالا تتعاون مع الولايات المتحدة من أجل أن يقدم طالبي اللجوء طلبهم في البلد الذي يمرون به في طريقهم إلى أمريكا، يعني يقدمون هذا عمليا في المكسيك أو في غواتيمالا أو في هندوراس ولا يأتوا إلى الولايات المتحدة. يريد ترامب يعني أو يأمل ترامب من هذا الاتفاق أن يقلل من تدفق اللاجئين، لكن طبعا ترامب يتعرض للنقد الشديد هو وإدارته والسلطات الأمريكية على الطريقة التي يتم التعامل بها مع اللاجئين والمهاجرين القادمين عبر الحدود مع المكسيك. هذا هو الملف الأول في تقريرنا الذي أعددناه عن ما قام به وما قاله الرئيس الأمريكي في الأيام الماضية. نادين، لنتابع التقرير. تمثل قضية الهجرة أولوية بالنسبة لترامب وناخبيه، وفي محاولة منه لتجاوز الانتقادات المستمرة للطريقة السيئة التي تتعامل بها إدارته مع المهاجرين على الحدود مع المكسيك، رعى ترامب توقيع اتفاقية بين بلاده وغواتيمالا.
سوف تكون المعاهدة جيدة لنا ولهم، وسوف تنهي عمل العصابات والمهربين، وهم أشخاص سيئون جدا يتربحون من معاناة البشر الآخرين. سوف تنهي الاتفاقية عمليات التحايل واستغلال نظام اللجوء. تفتح الاتفاقية الباب لتحسين العلاقات مع غواتيمالا التي تعرضت سابقا لعقوبات ترامب بسبب الهجرة. داخليا اشتعلت أزمة بين ترامب والقادة الأمريكيين من أصول أفريقية على خلفية تغريدة استخدم فيها ترامب لغة عنصرية ضد مدينة بولتيمور ذات الغالبية الأمريكية الأفريقية. القضية بدأت من جدل سياسي بين ترامب وممثل بالتيمور في الكونغرس إلايجا كومينغز الذي انتقد بشدة سياسات ترامب وإدارته في التعامل مع اللاجئين. في ملفات السياسة الخارجية وبعد أن قررت أمريكا إنهاء عقد بيع طائرات F-35 لتركيا بسبب شراء أنقرة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية S-400 أبدى ترامب تفهمه للموقف التركي. أنا لا ألوم تركيا لأن هناك ظروفا ومشاكل كثيرة حصلت أثناء رئاسة أوباما، هذا أمر يعود إلى تلك الفترة الكارثية. أما عندما يأتي الأمر للاقتصاد فإن ترامب يتباهى بما يعتبرها إنجازات له، لكنه يضع مزيدا من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي وهو البنك المركزي للولايات المتحدة من أجل التأثير على سياساته التي يفترض أن تكون مستقلة عن الإدارة. لقد قام الاحتياطي الفيدرالي برأيي بإجراءات مستعجلة، أما أنا فقد جعلت الاقتصاد في وضع قوي ولن يوقفنا أحد، لكن الاحتياطي الفيدرالي كان يمكن أن يجعل الأمور أسهل. أريد أن أرى خفضا كبيرا لأسعار الفائدة. يغادر ترامب من أجل مواجهات أخرى بدأت أهمها بالتبلور مع اشتداد السباق بين المرشحين الديمقراطيين الطامحين لإزاحته من المنصب في انتخابات العام القادم. رافد جبوري، العربي، واشنطن.